ماري أبيفان من فتاة جميلة وملاك رحمة إلى إنسانة حولها المرض إلى أبشع امرأة في العالم، فكيف كان ذلك؟ ولدت ماري 20 ديسمبر 1874 بإنجلترا. كانت شابة جميلة ورشيقة وذات وجه جذاب. لقبت بملاك الرحمة لأنها كانت تشتغل بأكبر مستشفيات في بريطانيا. تزوجت ماري عن عمر 29، وكان زواجها غير تقليدي. بالعكس، كان زواجها عبارة عن قصة حب داوت لسنوات. أنجبت 4 أطفال، وبذلت كل قوتها لتكون أما وزوجة مثالية. لكن ودون سابق إنذار، شاء القدر أن تتغير حياتها. أصيبت هذه الشابة بمرض نادر، وهو مرض تضخم الأطراف. تحولت إلى شخص آخر كليا في الشكل، فتبدد لها الجمال وأنكرها الكل، حيث امتدت أطرافها أكثر فأكثر وتساقط شعرها. فقدت شكل عينيها الجميلتين، فأصبحتا عينين تفزع الأطفال والكبار. تدهورت صحتها وأصبحت غير قادرة على فعل أي شيء، فأصبحت تلقب بأبشع امرأة في العالم. طردت ماري من العمل وفقدت زوجها. أصبحت كل الأبواب في وجهها مغلقة. تراكمت عليها الديون ولم يعد لديها أي شيء تفعله، إلا أن لمحت في يوم من الأيام عنوان عن مسابقة لأبشع امرأة في العالم. تقدمت ماري من المسابقة وفازت بها، ولكن الشرط في المسابقة كان أن تشارك في عروض ومسرحيات وفي السيرك، وأن تكون فيهم هي المحتوى من خلال استعراض شكلها المخيف. كانت تقوم بالوقوف لساعات طويلة في السيرك، وكانت تقوم بالتجول في كل أنحاء الشوارع بريطانيا رغم وضعها الصحي السيء المتدهور. لكن ماري لم تكن سعيدة بهذا العمل قط، وكانت تعاني من نظرات الناس إليها. توفيت ماري عام 1933 وهي فوق السيرك. كان يظن الجمهور فقط أنها تمثل، لكن كانت تلك هي آخر لحظات حياتها. ماتت ماري وهي تبكي على ركح السيرك من شدة الأذى التي لحقتها من المتفرجين. إنهم متفرجون على آلامها وعلى مرضها الذي جعلها أبشع امرأة في العالم. كنتمنى تكون عجبتكم هذه القصة. نتمنى الاشتراك ديالكم بالقناة ديالي والتشجيعات ديالكم ليا. ما تنسونيش من لايك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.